مساء الخير يا حضرات، اهلا وسهلا بكم في قناة ابو كير الهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة عن الانبوبة الصغيرة دي، هنعبيها غاز من انبوبة كبيرة، بس الطريقة ايه؟ مبتكرة. يعني هنوزنها الاول هي وفاضية، وبعدين هنوزنها هي ايه بعد ما تمتلئ. طبعا معانا الميزان يا حضرات، ده هو هندوس عليه كده. دي عصفارة اهو زي ما شايفين قدام حضراتكم، هنحط الانبوبة عليه زي ما شايفين، 6 كيلو و200 جرام. طبعا هي لو صورنا من هنا هتيجي القراية مظبوط، ادي شايفينها قدام حضراتكم، 6 كيلو و200 جرام، ودي الانبوبة عليه ادي هي على الميزان. هنعبيها، خليكم معنا، وهنوزنها بعد ما تمتلئ الى الاخر. هنجيب خرطوم كده بلاكورين زي ده كده، هنربط لاكور هنا ولاكور في الانبوبة التانية. هنشيل الاول، نجيب انبوبة جديدة طبعا عشان تبقى مليانة. هنجيب ربلتين من الربل بتاع الانابيب ده، اهم حاجة تركب ايه ربل عشان ما تنفش. وهنربط ناحية في الانبوبة، ونجيب مفتاح الانبوبة وتربط عليها ايه مظبوط بحيث انه ما تخرجش غاز بالشكل ده. ونسند الانبوبة الكبيرة على حاجة عالية بالشكل ده، كرسي، ترابيزة، اي حاجة كده، خليها نايمة بالشكل ده. هنربط الكور التاني، الانبوبة الصغيرة برضه هنركب جلدة. اهم حاجة تركب الربل، نربط عليه مظبوط كده. بحيث ايه ما يخرجش غاز كده. حضرات ربطنا مظبوط الانبوبة اللي فوق ايه كده، وهنفتح اللي تحت، هتبتدي ايه تعبي. هنفتح المسمار ده عشان نطلع منه الهواء. ونتركهم لحد الغاز ما يطلع من ايه، لحد الغاز ما يطلع من هنا كده، ايه بتخرج هواء. هنسيبهم لحد الغاز ما يخرج من الفتحه دي، بعدين نسكر الانبوبه دي ونسكر الانبوبه دي ونحل لكم. خليكم معنا طبعا عشان وقت الفيلم ما يطولش عليكم. كده حضرات امتلأت، وشايفين الغاز اهو خارج من الفتحه اللي قلتلكم عليها. كده هنسكر الاول اللي فوق، لازم تسكر اللي فوق الاول، وبعدين ترجع تسكر اللي تحت كده، ايه ترجع تقفل. ترجع تقفل ده بس كده، ايه سقعت اهي. كده هنحل اللواكير زي ما كنا، هنحل اللاكور ده واللاكور ده، وتقفل الغاز مظبوط كده تمام. كده هنقفل الغاز وهنشيل الخرطوم كده، وهنوزنها قدام حضراتكم. طبعا يا حضرات هنوزنها بعد ما امتلأت. الميزان اصفار اهو زي ما شايفين قدام حضراتكم، هنحط عليه الانبوبة اهي زي ما شايفينها، 8 جرام و100 ملي، 100 جرام، 8 كيلو و100 جرام،
وادي الأنبوبة عليه اهي زي ما شايفينها قدام حضراتكم. كده وصلنا لنهاية الفيلم، فهل عجبوا الفيلم؟ ياريت تدوسلايك واعمل اشتراك للقناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد. كان معكم أبو كيرو للهندسة والابتكارات.